اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بنجومنا النهارده طبعا في يوم الجمعه الحصاد، ويعني نتكلم باستفاضه عن مباراه النهائي ما بين النادي الاهلي والوداد. بنرحب بالكابتن اسامه عرابي. كابتن منورنا. الله يخليك يا كابتن هاني، منورنا اهلا وسهلا ومشرفنا. بيك وسعيد بوجودي معاك ومع الكابتن طبعا عمرو بقى لما بنرحب كمان بصخره الدفاع الكابتن عمرو الحديدي. مساء الفل عليك عمور. مساء الفل يا كابتن هاني، ومبسوط مع حضرتك والكابتن اسامه. مباراة مهمة جدا يا كابتن أسامة كابتن عمرو، لكن خلينا الأول، أنا كنت موجود امبارح طبعا في افتتاح التجمع والتقيت بيكم، وعايز أعرف منكم اللي شفتوه هناك ردود الأفعال بتاعتكم على افتتاح فرع أو يعني صرح جديد للنادي الأهلي في التجمع الخامس. شفت ازاي يا كابتن اسامه، وشفت هذا الصرح ازاي، وشفت الاضافه على مستوى البنيه التحتيه للرياضه، شفت الاجواء ازاي في الاحتفاليه امبارح؟ اكيد كنت سعيد جدا زي كل الحضور اللي كان موجود، سواء لاعبين قدامى، سواء اعضاء مجلس اداره، سواء اعضاء عاديين، سواء مدعوين. بصراحه مكان صرح زي ما انت قلت، وفخر لكل من ينتمي للرياضه اولا. صحيح. في 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 مصر، لان هو اضافه لمنظومه الرياضه كلها على مستوى الدوله يعني، وطبعا بصفة خاصة لأعضاء النادي الأهلي والجمعية العمومية وطبعا جماهير النادي الأهلي. لكن أيضا أنت عارف أنه الأندية مش شرط كل أعضائها بيبقوا من النادي الأهلي، هو النسبة الكبيرة بتبقى من النادي الأهلي. صحيح. لكن في كل الفروع هتلاقي أعضاء من انتماءات مختلفة، الأندية مختلفة. مظبوط. فبيستفادوا سواء بيستخدموا النادي في حمامات السباحة، في الألعاب الأخرى، بيشتركوا الأسر المصرية بشكل عام. صحيح. صحيح. النسبة الأكبر طبعا بتبقى للنادي الأهلي، لكن هو إضافة للرياضة المصرية يعني بصفة عامة. واعتقد انت يعني يمكن طبعا انت اصغر مني، بس انت حضرت برضو من اول ما احنا كنا في الجزيره، بس طبعا. ما كانش لسه بالظبط، ما كانش اي فرع دي. صح. شوف بقى، كان كل الفرق الرياضيه هاني بتتمرن على ملعب استادي تيتش من اول التسع سنين وعشر سنين لغايه الفريق الاول، وده واقف ورا ده عشان ينزل التمرين، والملعب بايظ. وشوف انت بتتكلم كمان على تطور حصل بقى. صحيح. مدينه نصر ما شاء الله، ثم الشيخ زايد، واخيرا التجمع اللي هو يعني كمان كل الفروع هايله طبعا، وده كمان على تطور اكتر، لانه اخر فرع اساليب حديثه بقى ونظم جديده حتى موجوده على مستوى الانديه العالميه. فاضافه حقيقة غير طبيعيه للرياضه المصريه، وطبعا للنادي الاهلي بصفه خاصه. وكنا سعداء لان شفنا رموز كتيره ما كناش بنشوفها لنا فتره، سواء من اعضاء مجالس ادارات قديمه او ناس عاملين في الوسط الرياضي او زملائنا بقى احنا اجيال مختلفه. صحيح. كانت موجوده، فهو الناس كلها كانت سعيده فعلا. يعني كان نفسنا نشوف اليوم ده، وان شاء الله مزيد من ان شاء الله. فنشكر الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، وطبعا كل مجالس الادارات السابقه اللي كله بنى طوبه ورا طوبه، يعني من اول بقى نادي الجزيره في وبعد كده مدينه نصر، ثم زايد، ثم اخيرا التجمع يعني. عمور بص يا كابتن، حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. يمكن الكابتن اسامه قال كل حاجه عن الصرح بتاع النادي الاهلي. يمكن انا امبارح وانا خارج من النادي فكرت في حاجه معينه. النادي الاهلي عمل مبادره امبارح اسمها مصلحتنا واحده، لم كل الناس حواليه. في نفس الوقت خلى البرنامج بتاعه اسمه لم الشمل، قدامه اعضاء مجلس اداره، لعيبه، شخصيات هامه في الدوله، حتى كابتن محمود وهو بيتكلم كل المجهود والتعب اللي حصل انتهى عند التتويج امبارح بالافتتاح. كان الشكل العام اكثر من رائع، يعني زي ما بيقولوا النادي الاهلي لو فكر في فرقته، زي ما كابتن اسامه بيتكلم على ان التتش بس اللي كان موجود لاثناء التدريب، لا بقى مكان بعيد عن الناس تقدر يعني تشتغل فيه في هدوء وسكينه وانت شغال. التطور اللي موجود لاكوا بارك للالعاب كلها، النادي الاهلي امبارح كان بجميع الالعاب موجود حوالين افتتاح القاهرة الجديدة للنادي رقم 4. وكابتن الخطيب نوه على ان الفترة اللي جاية هيبقى فيه في المحافظات الاخرى. اعتقد الحاجة اللي احنا شفناها امبارح دي مش هتتكرر كتير. صحيح. هو النادي الاهلي بتاع المفاجآت، بتاع
الاهتمام والتطوير والمبادئ، هو عنده كل حاجه من تطوير لمبادئ لتاريخ لاسلوب، شفناه امبارح. ده امبارح ده حقيقي، ده حقيقه، بجانب طبعا اكيد يعني التورتايه النادي الاهلي هو فريق الكوره كابتن اسامه، والحمد لله الفتره اللي فاتت الحقيقه حتى على مستوى الالعاب الاخرى في نجاحات كبيره جدا، ولكن تبقى كره القدم وفريق كره القدم هو يعني زي ما بيقولوا كده التورتايه، والناس كلها بتبص على فريق النادي الاهلي. طيب النادي الاهلي مشوار طويل في البطوله الافريقيه الحاليه، مر ببعض المنحنيات، مر بعض الظروف الصعبه، ولكن وصل للمباراه النهائيه امام الوداد المغربي. شايف المباراه ازاي يا كابتن اسامه؟ اولا بالجزء التحضيري المعنوي وتواجد الجماهير والاستعداد النفسي قبل ما نخش فنيات وتحضير على مستوى التكتيكي، شايف الامور يعني شايفها ازاي من النواحي دي؟ اولا انجاز كبير للنادي الاهلي انه دي المره الرابعه على التوالي يصل للنهائي، زي الانجازات الكتيره انه بطل القرن وحاصل على 10 بطولات ابطال دوري وغير الابطال الكؤوس غير الكونفدراليه، فاربع مرات متتاليه دي مش سهله ابدا تحصل مع اي فريق في القاره. أيه. خدت منهم اتنين وان شاء الله الثالثه، يمكن خساره كانت ليها ظروف، مباراه الوداد السنه اللي فاتت كانت مباراه واحده، ان شاء الله دي البطوله الرابعه على التوالي ان شاء الله تكون، والثالثه في التتويج ان شاء الله. الجماهير زي ما انت قلت هيبقى ليها دور كبير وعامل معنوي كبير، وان شاء الله كمان مش بيبقوش ما بيبقوش 50,000 بس، يعني اتمنى يكونوا الساعه الكامله ان شاء الله. الساعه الكامله يعني ان شاء الله، لانهم هيبقوا ليهم تاثير السحر على اللعيبه. اللعيبه تعبت كتير قوي في اثناء البطوله، وزي ما انت قلت راحوا في منحنى خطر جدا اللي هو في لحظه مباراه الهلال وصن داونز اللي كان لسه ممكن الامور مش في ايدينا بالظبط، مش في كانتش في ايدينا، لكن بانتهاء مباراه الهلال والوداد النادي الاهلي انطلق بقى، يعني في دوري المجموعات كان ماشي بصوره متخبطه شويه، لكن من اول ماتش الهلال السوداني هنا في القاهره 3-0، ثم الرجاء 2 وتعادل في المغرب، ثم ترجي 3 ومكسب هنا 1، المنحنى في تصاعد، في ثقه في الاداء وصلت للعيبه والجهاز الفني مع بعض، بقت في كيمياء راكبه يعني. التشكيل تقريبا بقى المعروف شبه ثابت، يعني احنا من قبل مثلا 10 مباريات او قبل دوري في دوري المجموعات او في اثناء حتى بطوله كاس العالم للانديه، في مراكز كتيره الناس ما كانتش عارفه مين اللي يبدا ومين اللي قاعد ومين طب دي نقطه مهمه كابتن اسامه نتكلم عليها بعدين. ماشي، اسمع برضو عمرو، المباراه النهائيه التحضيرات قبل المباراه النهائيه بتختلف تماما عن اذا كنا بنلعب في دوري او دور مجموعات، شايف التحضيرات ازاي بالنسبه للتحضير النفسي للاعيبه النادي الاهلي؟ وكمان لازم نفكر ان كمان فريق الوداد كان تقريبا ما عندوش امال كثيره، لان المباراه امام سان داونز هناك في جنوب افريقيا كل المؤشرات كانت بتقول فوز سان داونز، وعايز فجاه بيقدم مباراه كبيره وبيصل للمباراه النهائيه امام النادي الاهلي. هو ده يا كابتن هاني، احنا ما بنستقرش او بنشوف المشاهده ان المباراه اللي هناك هي دي النهايه، اما سان داونز تعادل مع الوداد في محمد الخامس، لا، المباراه هي مشهد واحد، النادي الاهلي عارف كويس قوي تصحيح وضعه اللي الناس كلها بتفكر فيه، نبض الشارع اللي بيفكر ان النادي الاهلي كان في 2017 او في 18 كان موجود وحصل خساره، مالناش دعوه باللي فات، اللي فات دلوقتي النادي الاهلي لعيبته التركيز والثبات الانفعالي والروح في وجود الجماهير تعلي كفه النادي الاهلي وينتهي المشهد من القاهره، والكلمه المعتاده اللي بقولها لحضرتك عدم استقبال مرمية اي حاجه، اي هدف، اي تهديد على مرمى الشناوي. الفتره اللي فاتت زي ما كابتن اسامه قال تجميعه اللعيبه والروتيشن اللي كان روتيشن عام بقى روتيشن مؤقت، اللعيبه دلوقتي كلها في مستوى واحد، مش عايز اقول بدلاء، كسرت لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده بره واللي جوه في اي وقت انت بتحتاج بتلاقيه. انا معاك عمرو، هنتكلم بالتفصيل على الشكل المميز للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت، اتكلمنا على بعض المباريات فيها الروتيشن وازاي كولر بيدخل ويخرج، هنتكلم في كل دوت، لكن خلينا كمان نشوف لغه الارقام والاحصائيات مع دكتور احمد بيومي اللي هيشرفنا ويدينا زي ما قلت لكم في الانترو، يدينا شكل معين لفريق الوداد المغربي في يمكن الفتره اللي فاتت، وازاي بينعكس ايجابيا
على ان شاء الله فرقتنا والتكتيك اللي هيقوم بيه النادي الاهلي. وبنرحب معاكم بالدكتور احمد بيوم. عايز الاحمر ولا دكتور؟ مساء الخير، منورنا ومشرفنا دايما كابتن هاني. طبعا بسعد دايما بالتواجد مع حضرتك، وباذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في تحقيق النجم ال11 باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اتكلمنا وكنت بتكلم مع الكباتن على فريق الوداد. الحقيقه اللي انا من وجهه نظري كان يعني خد جرعه معنويه كبيره جدا جدا لوصول المباراه النهائيه بعد التعادل والمباراه الرائعه اللي قدمها امام سان داونز. كان سان داونز المرشح حتى للفوز بالبطوله، ولكن هذه الدفعه المعنويه اكيد هتكون ليها عامل كبير جدا في مباراه يوم الاحد. لكن عايز تعرفنا وتعرف الناس شكل الوداد. اللي اعرفه ان الفريق الوداد قوي جدا دفاعيا، وانه يمكن ما اتغلبش من دور المجموعات لغايه ما وصل للنهائي، ما اتغلبش ولا مباراه على ارضه، وكمان ما جاش جون فيه. يعني ده كمان رقم مهم جدا ومعلومه مهمه جدا. فسر لنا ده اتعمل ازاي. طيب خلينا في البدايه طبعا نستعرض مشوار الوداد اللي من خلاله ممكن نشوف نستنبط بعض النواحي الدفاعيه والهجوميه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. لو استعرضنا مشوار الوداد ده هنلاقي ان هو طبعا بخلاف الدور التمهيدي لانه لعب 10 مباريات. طبعا في الدور التمهيدي لعب مباراتين ذهاب وعوده، خسر في اول مباراه وبعد كده كسب 6-0 على 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 ارضه. هنلاقي ان هو لعب 10 مباريات. النقطه اللي تهمني دايما زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو على ارضه ما دخلش مرمى ولا هدف، ويمكن كسب على ارضه جميع المباريات، ما تعادلش غير مباراه وحيده كانت امام سان داونز. نفس الكلام خلال مشواره في العشر مباريات ما دخلش مرمى غير 4 اهداف بس، منهم هدفين اللي هم كانوا في سان داونز. يبقى احنا النهارده بنتكلم على منظومه دفاعيه جيده جدا بالنسبه لفريق الوداد. في المقابل طبعا برضو الفريق عندنا النادي الاهلي الاحصائيه ديت بدايه من دور المجموعات بالظبط، العشر مباريات بدايه من دور المجموعات وصولا لحد ان شاء الله المباراه النهائيه. بالنسبه للنادي الاهلي طبعا بالنسبه خلال اخر 13 مباراه برضو بنتكلم على في نضج وفي تطور دفاعي مع مارسيل كولر. طبعا خلال اخر 13 مباراه ما دخلش برضو مرمى الاهلي ولا هدف، وفاز في جميع المباريات بخلاف مباراه وحيده هو اللي تعادل فيها. صحيح. فاحنا برضو بنتكلم على تطور دفاعي بالنسبه للنادي الاهلي وتطور، وعندنا شكل دفاعي جيد جدا بالنسبه لنادي الوداد. طيب انت اتكلمت ان الوداد عنده قوه دفاعيه بشكل اكتر من رائع وبيشتغل بيها بشكل كويس، وخلال يمكن دور المجموعات كلها ما دخلش في يعني على الارض اي هدف. المنظومه دي عملها ازاي او شكلها ايه داخل الملعب؟ يعني ممكن نشوف اول صوره فنيه عشان نبتدي نترجم النواحي الرقميه دي للنواحي الفنيه. نعرض دلوقتي اول صوره فنيه، هنلاقي مثلا طريقه اللعب او الطريقه عندنا طبعا بيلعبوا بطريقه 4-1-4-1. طبعا ده شكل دفاعي من الدرجه الاولى، بيبتدي ان هو كل اللعيبه بتبقى دايما تحت الكوره. ده شكل دفاعي بالنسبه لطريقه اللعب. لو برده ممكن نستعرض الصوره الثانيه، الصورة الثانية دي هنا ده كانت خلال مباراة سان داونز، بنتكلم في خلال ال 30 متر ال 20 لعيب بالنسبة لنادي سان داونز. الفرقتين في 30 متر. في 30 متر، يعني أصلهم بس نجيب الجون هنا والجون هنا خلاص يبقى 30 متر، هو ده الماتش بتاعنا كله. طبعًا هنا دي نقطة مهمة جدًا. ليه؟ هنا بنتكلم على الوقفة الدفاعية لفريق الوداد وإزاي إن هو قدر يدرس فريق سان داونز، ودي نقطة مهمة جدًا. يعني اسمح لي إن أنا أوضح إن الاتحاد المغربي فاتح أكبر شركة تحليل على مستوى العالم لتحليل الأداء لجميع المدربين الموجودين في الدوري. وده طبعا واضح جدا عشان يبقى عندهم القدره ان هم يدرسوا نقاط القوه والضعف لفرقتهم، نقاط القوه والضعف للفريق المنافس. فطبعا دي تعتبر احد الاداء او الادوات اللي بتبتدي ان هم يطوروا من ادائهم. بيطوروا من ادائهم وبيطوروا المدربين كمان، ده شيء مميز جدا انك كمان المدرب بيخش وبيحلل وبيطور نفسه من خلال التحليل جميع طبعاً. المدربين طبعا ده انعكس طبعا على المنتخب المغربي وازاي ان هم شرفونا على المستوى الافريقي طبعا في كاس العالم. خلينا برضو الصوره دي قبل ما نقف فيها، يعني هنتكلم ان هو تقريبا الفرقه كلها بتلعب في اقل من 30 متر والجزء الدفاعي عندهم كويس. اللي الصوره لو حبينا نقول ان سان داونز ده النادي الاهلي، ايه اللي ممكن النادي الاهلي ممكن يعمله لو هذا التكتل الدفاعي المنتظر من فريق الوداد المباراه اللي جايه؟ يفضل طبعا في اي تكتل دفاعي دايما الثنائيات، يكون عندك في ثنائيات يضرب التكتل الدفاعي دوت. ابتدي ان انت بقدر الامكان تفتح الملعب بحيث ان بالنسبه للوينجرز عندك يفتحوا الملعب بحيث ان انت تضرب التكتل ده، ما يبقاش متكتلين في مكان او في قلب الملعب، بحيث ان انت ممكن تشتغل على الارضيات. ممكن عندك الثنائيات من قلب الملعب ان هو يضرب التكتل الدفاعي ده، دي ممكن احد الحلول اللي ممكن يستخدمها النادي الاهلي. ده برضو شكل دفاعي لفريق طبعا الوداد في سان داونز.
نشوف الصوره اللي بعديها برضو نفس الكلام، استكمالا للنواحي الدفاعيه لي او القوه الدفاعيه للنادي الوداد، هنلاقي دايما كلهم بيبقوا دايما تحت الكوره. عندنا طبعا بدايه الدفاع عندهم من الاسترايكر، هو اللي بيبتدي يضغط عشان ما يديش فرصه للفريق المنافس ان هو يعمل البيلد اب بتاعه. سامبو بالظبط، طبعا ده من احد المهاجمين او الهداف بتاعهم 7 اهداف، طبعا بيتميز بطول القامه والضخامه الجسمانيه، فمهاجم جيد جدا قوي جدا طبعا. شوف برضو الصوره اللي بعديها، برضو ده استكمال نفس الكلام في مباراه ثانيه، برضو هنلاقي ان هم دايما بيلعبوا دايما تحت الكوره. طيب رد الفعل بقى الهجومي او الطريقه الدفاعيه ليهم دي ازاي، ان هو يقدر يعمل عمليه ترانزيشن عشان يدخل الناحيه الهجوميه، بيعتمد ان هو مجرد ما بيقطع الكوره لازم يكون عنده سرعات عاليه جدا عشان يستفيد من المساحات خلف. يعني هو تقريبا بيعمل تكتل او بيعمل بيضيق المسافات بالنسبه لنص الملعب وخط الدفاع، على اساس ان هو يستحوذ على الكره ويقطع الكره. الجزء اللي انت بتتكلم عليه ان هو مش من الفرق اللي بتعمل استحواذ وبيعملوا بيلد اب بشكل كويس، ولكن بيعتمد اول ما يقطع الكره بيعتمد على السرعات والكاونتر اتاك. بالظبط، يعني ريت ممكن برضه نشوف الصوره اللي بعديها. هنا مجرد ما الكره تتلعب من البيلد اب بتاع سان داونز، الكره بتتعمل تمريره، خش في الصوره اللي بعديها هنلاقي ان هو اول ما بيقطع الكوره لازم، يعني الكره دي اللي الصوره اللي فاتت لعب الكره فالكره اتقطعت في نص الملعب، هنا بقى يبان عمليه الكاونتر اتاك او ترانزيشن بقى عشان يشوف يدخل في مرحله الهجوم. الصوره اللي بعديها برده ممكن نستعرضها، هنلاقي هنا سرعات عشان يستفيد بالمساحات خلف الباكات اللي المفروض هم طايرين عشان يبتدوا يعملوا الكثافه الهجوميه، فبالتالي شيء طبيعي بيعمل وراه مساحات فاضيه. ده كده يمكن بالنسبه للنواحي الدفاعيه. طيب على اتكلمنا على المستوى الدفاعي، بيعملوا بلوك كويس قوي وبيعتمدوا اول ما الكره تتقطع بيعتمد على الترانزيشن، التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بسرعات وكره للامام. طيب الشكل الهجومي، التلت الهجومي بتاعهم بيشتغل ازاي؟ يعني قوتهم فين في الحاله الهجوميه؟ هل كرات بينيه؟ هل كرات عرضيه؟ هل بيستفيد شويه بالكرات الثابته؟ تمام، خلينا نستعرض المعدل العام التحليلي اللي من خلاله ممكن نعرف شكل الفرقه عامله ازاي بالنسبه للنواحي الهجوميه. لو استعرضنا المعدل العام التحليلي هنلاقي ان هم طبعا زي ما اتفقنا ان هم لعبوا 10 مباريات بدايه من دور المجموعات، كان معدل استحواذهم 53%، مش ده اللي يهمني، اللي يهمني طبعا معدل التمريرات. هنلاقي معدل تمريراتهم 387، يعني بنتكلم في معدل استحواذ منخفض، وده شيء طبيعي جدا لفرقه مش بتلعب على الاستحواذ، بتلعب دايما على النواحي الدفاعيه وبعد كده بيبتدي يلعب على الهجمات المرتده. النقطه الثانيه اللي تهمني برضو، هنلاقي ان معدل اهدافهم هو هدف كل مباراه، هم طبعا احرزوا 10 اهداف منهم تقريبا بمعدل هدف كل مباراه، فهم فرقه مش بتجازف هجوميا، ما عندهمش الاندفاع الهجومي، بياخدوا اللي هم عاوزينه من المباراه باقل مجهود. النقطه طبعا اللي بعديها اللي تهمني جدا طبعا هي معدل العرضيات، فرقه بتلعب 16 عرضيه في المباراه الواحده، ده رقم كبير جدا، فبنتكلم على خطوره عرضياتهم، بنتكلم على كثافه عرضيه على الاطراف، ده شكل او طريقه لعبهم. لو جينا استعرضنا الصور اللي بتعبر على النواحي الهجوميه ونربطها بمعدل العرضيات، تمام، هنلاقي ان هم احرزوا 10 اهداف، من ال 10 اهداف دول 5 اهداف يعني 50% من عرضيات وكرات بينيه من على الاطراف، الخمس اهداف التانيين يا اما من كوره ضربه جزاء، عندنا هدف من ضربه حره مباشره، عندنا هدف من هدفين عكسيين، هدف عكسيين بالظبط، وباقي الاهداف كلها من كرات عرضيه. يعني تقريبا بيعتمدوا بشكل كبير جدا في احراز الاهداف على الكرات العرضيه والاطراف. الاهلي لازم يقفل الاطراف بتاعته، خصوصا لو هو ساب له الاستحواذ وبدا الاهلي انه يضغط، فبالتالي شيء طبيعي هنلاقي مساحات خلف في الباكات او الباك ليفت، لازم الاهلي يقفل المساحات يأمن الجزئيه دي بالظبط. ده كده اول هدف مثلا عندنا، ده في مباراه بيترو اتلتيكو، برده اول هدف من عرضيه او من على الطرف اليمين بالظبط. ممكن نشوف الصوره اللي بعديها، راس الحرب سامبو هو اللي احرز هذا الهدف بالظبط. خلينا نشوف برضو الصور سريعا كده، ننقلها سريعا برضو. ده الهدف، شوفوا الصوره اللي بعديها برضو نفس الكلام، ده هدف تاني برضو، كوره بينيه من على الطرف برضو. يعني كمان من يعني ده كمان مهم جدا، مش لازم يطلعوا على الجنب عشان يعمل الكوره، هو بيعتمد على سرعه سامبو، بيعتمد على القوه البدنيه، وممكن يلعب كوره من وسط الملعب تقريبا في شكل كده النادي الاهلي بيعمله ساعات، علي معلول بيعمل نفس الطريقه بالظبط، انه يلعب الكوره ورا الخط الدفاع او ورا السرد باكين، معتمد على القوه البدنيه لسامبو يعني بالظبط. نشوف برده الصوره اللي بعديها، دي صوره مهمه طبعا، دي برده الهدف، الكره جت لسامبو بدا يعمل الفينش بتاعه. نشوف الصوره اللي بعديها نفس الكلام، كره عرضيه برده بهدف، احنا بنتكلم على 5 اهداف يعني 50% من الاهداف اللي جابوها كرات عرضيه الطريقه، يبقى اذا احنا بنتكلم من النواحي الهجوميه، خطورتهم في الاطراف في الوينجرز بتاعتهم، بنتكلم في يحيى المترجي، بنتكلم في عندنا ونجم، بنتكلم في عندنا في عندنا مثلا زهير المترجي، عندنا يحيى عطيه الله او ايوب العملود ومحمد ونجم، الاطراف بتاعتهم الاطراف اللي كان باك شمال او باك يمين كمان بيزيد بحال، لكن هو هل متوقع ان الاطراف على مستوى الباكين يزيدوا في مباراه النادي الاهلي اللي جايه هنا في استاد القاهره، ولا هيعتمدوا بس على
رد فعل زي سان داونز عليه. زي ما لعبوا مع سان داونز، هو مستني الاخطاء في نص الملعب عشان يبدا يعمل الترانزيشن ويبدا التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. انا اعتقد فعلا هو خصوصا ان المباراه تبقى على هنا في القاهره، فاعتقد انه مش هيجازف ويبتدي يعمل ضغط على النادي الاهلي، لا هو هيلعب بنفس طريقته 4-1-4-1 ويبتدي يستنى انه يقطع الكوره ويبتدي يبني من على الاطراف. اعتقد ده هيبقى شكل لعبه. على مستوى راس الحربه، يمكن عوده سامبو كان زي انت ما بتقول هداف الفرقه، عنده قوه بدنيه كبيره جدا، وبعض الاخبار قال ان هو يعني جاهز لهذه المباراه. الشكل العام، وطبعا هتكلم فيه طبعا مع الكباتن الكبار، الفكره العامه لسامبو ازاي نقفل الجزئيه ديت عليه وما يستفدش بشكل او باخر بنقاط قوته. يعني بقدر الامكان دايما هو طبعا متميز في الالتحامات الهوائيه نتيجه لطول القامه وطبعا للضخامه الجسمانيه اللي بيتميز بيها، لازم في اي التحام يكون ملاصق ليه طبعا ياسر ابراهيم او عبد المنعم ايا كان، لازم ما يدوش اي فرصه في حته الارتقاء السهل، ما ياخدش الكره دايما لوحده، لازم يكون في دايما التحامات هوائيه، لازم يكون دايما في ملاصق ليه ايا كان مين اللي هيبقى مسؤول عن رقابته، بحيث ان هو ما يبقاش في عمليه اريحيه في استلام الكره، حتى لو استلمها ما يبقاش في حريه ان هو يستلم ويبتدي يصوب على المرمى. طيب عايز برضو اعرف الفرق ما بين الوداد مع جريدو والوداد مع المدير الفني الجديد، اللي هو تقريبا دي ثالث مباراه على مستوى بطوله افريقيا، لعب مباراتين سان داونز ودي المباراه الثالثه ليه، شايف ايه الفرق، التحسن في اداء الفرقه على مستوى الهجومي على مستوى الدفاعي، التنظيم بالنسبه لهم افضل، ايه الفروقات اللي انت شفتها يعني؟ الفروقات يمكن هو ما لحقش يحط لمسته فما بداش يغير من اسلوب اللعب، ولكن لاحظت ان هو خلال اخر مباراتين في الدوري، لعب مباراه في الدوري ومباراه في كاس المغرب، لعب بطريقه 4-2-3-1، ولكن الاسلوب برضو واحد بصرف النظر انت هتلعب 4-1-4-1 او 4-3-3 ايا كان. هي الفورميشن مختلفه شويه في الملعب، يعني تشوف الكره فين هتلاقي الشكل بيختلف بالظبط. الفورميشن مين فورميشن حاجه وطريقه تطبيقها حاجه ثانيه. بالظبط، هو ما غيرش في اسلوب طريق او اسلوب لعب الوداد، هو برضو بيلعب على الطريقه الدفاعيه، بيلعب على الهجمات المرتده، بيلعب على الاطراف، هم اكتر حاجه بتميزهم الاطراف، اغلب اهدافهم دايما بتيجي من الاطراف، فلازم احنا بقدر الامكان تقفل الاطراف متمثله في اي لعيب هينزل. بيومي بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتمتعنا بتحليلك الرائع، بنشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله كل التوفيق لفريقك. شكرا ليك كابتن هاني وكل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. شكرا ليك. هنطلع فاصل؟ طيب نطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع نجومنا الكبار الكابتن اسامه عرابي والكابتن عمرو الحبيب. اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن اسامه. يمكن الدكتور احمد بيومي يعني احصائيات رائعه والشكل بين كمان الشكل الدفاعي والهجومي لفريق الوداد. عايز اخد رايك في الجزئيه اللي اتكلم فيها انه فريق الوداد دفاعيا فريق قوي جدا على مستوى الدفاع، مش كافراد ولكن كشغل جماعي دفاعي، وان هو بيلعب على المساحات الضيقه، لكن كمان خطورته انه اول ما يقطع الكره عنده سرعات وعنده التحول من الحاله الدفاعيه للهجوميه بيكون سريع جدا. نأمن ده ازاي كنادي اهلي؟ بدايه هو الاول الوداد سريعا في ماتش الاول اللي هو كان في الوداد اللي هم تعادلوا فيه 0-0 ما ظهروش بالمظهر يعني اللاق امام سان داونز. سان داونز الماتش الاولاني اللي هو 0-0 اولا هم من الناحيه الهجوميه ما عملوش خطوره كبيره، يمكن لاحت ليهم فرصه ولا فرصتين، وده باين كمان حتى من عدد الاهداف اللي جابوها 10 اهداف لكن دخل فيهم أربعة. يعني النواحي الدفاعيه قويه وواضح ان النواحي الهجوميه مش عاليه قوي، لكن زي ما انت قلت هم بيتنظموا دفاعيا كويس، يعني حتى في مباراه الاولى بيتنظموا دفاعيا كويس، لكن التحول الكبير قوي اللي حصل لهم في مباراه العوده اللي هي 2-2 فرقه تانية خالص مختلفه في الاعداد النفسي والذهني اللي كانوا عليه، الشراسه اللي كانوا بيلعبوا بيها سواء دفاعيا او هجوميا، العنصر البدني كان عالي جدا لدرجه ان الواحد وهو بيتفرج الشوط الاولاني قلنا ان ممكن الشوط الثاني هيبتدي المعدل البدني يقع، لا بالعكس ده هم يعني كانوا طوال الماتش طوال المباراه في ال 90 دقيقه بيكافحوا كفاح، كميات جري كانت عاليه جدا، التنظيم بقى كان ممتاز وخاصه في زي ما انت قلت في النواحي الدفاعيه، والدكتور لما كان بيتكلم هم بيلعبوا ماتشات كتيره بيلعبوا 4-3-3 او 4-1-4-1 زي ما اللي هي او احيانا بتتحول ل 4-4-5-1
او 4-2-3-1. يعني هم في الماتش الاولاني كانوا بيلعبوا ايمن الحسوني لشغل هجومي شويه اكتر من بقيه نص الملعب، فهو اللي كان بيبقى تحت سامبو. في الماتش الثاني استغنى عنه ولعب بثلاثه اللي هو يحيى الجبران والجعدي وحيوه. ساعات بتفرق في واجبات لعيبه خط النص، يبقى حاله دفاعيه يشتغل ازاي، الحاله هجوميه، فبتشوف الشكل بيكون بيختلف. ممكن جدا في مباراه واحده تشوف 4-1-4-1، ممكن تشوف 5-4، يعني وارد ان ده يحصل. يعني ما هو انت برضو انت وضحتها مع الدكتور انه الفورميشن اللي هو الاول الطريقه شكل خلاص، انت بتلعب 4-3-3، انت بتلعب 5-3-2، انت بتلعب باي شكل، لكن اثناء المباراه بتتحول لحاجات كتيره. يعني ساعات بتبقى ال 4-3-3 بتلاقي الاثنين رجعوا بيبقوا 5 في نص الملعب. ساعات هم في مباراه العوده الجناحين كمان كانوا بيرجعوا لاخر مكان بيلعبوا ظاهرين ظاهرين، يعني كانوا بيلعبوا 6-3-1 في بعض الاحيان. في بعض الاحيان الباكين بيضموا والجناحين هم بينزلوا كباك يمين او باك شمال. مظبوط. يعني انت لما تلاقي هم طبعا العملود باك يمين وامين ابو الفتح وزولا ويحيى عطيه الله الرباعي الخلفي بيضم جدا جوه ال 18 في العمق او على حدود ال 18، والاثنين الجناحين بينزلوا لكنهم باك يمين وشمال، فبيبقوا سته وقدامهم الثلاثه بتوع نص الملعب وسامبو ده لوحده. فهي بينظموا دفاعين كويس، بيلعبوا في مساحات ضيقه جدا، وبعدين عندهم بقى التحول السريع ساعه لما بيقطعوا الكوره، عندهم تحول سريع جدا على زهير المترجي، على اوناجم، على سامبو، وقدروا يستغلوها وجابوا منها جونين، واحده عرضيه جابها اللي هو العملود الاولانيه، والثانيه فاول والضربه ثابته اللي هي من اخطر الحاجات اللي بيعملوها. ويحيى عطيه الله بيعملها قويه جدا، عملها على القائم القريب المدافع سان داونز جابها في نفسه. وهم دفاعيا منظمين بشكل جيد جدا. طيب ده على المستوى الدفاعي. عمرو، على المستوى الهجومي واضح من الارقام 10 مباريات 10 اهداف، معدل الاهداف مباراه، كل مباراه فيها هدف، لكن عندهم خطوره واضحه جدا. لما تتكلم على 10 اهداف تقريبا 50% من الاهداف ديت من كرات عرضيه، وباقي الاهداف يعني في جونين هدفين عكسيين وفي ضرب جزاء، وبالتالي يعتمدوا بشكل كبير جدا على الكرات العرضيه واستخدام سامبو كراس حرب، عنده قوه وبيعمل جامب كويس قوي. احنا بقى نشتغل على الجزئيه دي ازاي ونغطي المساحات بتاعت علي معلول لو في تقدم، او محمد هاني نشتغلها ازاي في نص الملعب. بص يا كابتن هاني، هو تملي بيبصوا لأوناجم عشان بيعمل كونتر اتاك من ناحيه اليمين اللي هو الشغل بتاع علي معلول، صحيح، وزهير المترجي من ناحيه الشمال من جهه محمد هاني. هو تملي هيحط الاثنين دول العقبه، سترايكر رايت وسترايكر ليفت، ان هم يوقفوا اطراف النادي الاهلي. اوكي. هو هيبقى شغال تحت الكوره وبيستعمل الكوره العرضيه، عشان كده بقول ان ياسر ابراهيم مان على سامبو عكس يبقى محمود متولي، ان انا بلعب مان. فيرود تملي ما يتسابش، ده فيرود خطورته جوه الصندوق، بيجيد العاب بها وبيجيد تسديد قوه جسمانيه كبيره، يبقى انا راجل بلعب عليه مان في نفس الوقت والكوره معايا بحضر مع زمايلي، واول لما بفقد الكوره بدور على المان بتاعي، هو ده شغلتي. هاني هيبقى بالتبادل مش باستمرار، هيبقى طاير علي معلول ومحمد هاني. هيبقى الحته دي محتاجه مروان يميل على حسب اتجاه الكره، لو من ناحيه اليمين بيميل هو والو ديانج على محمد هاني، لو من ناحيه الشمال هيميل هو وحمدي فتحي جهه علي معلول. بس علي معلول هيبقى كل وقت ربع او 15 دقيقه يطلع مره عشان يدي اريحيه لحسين الشحات يشتغل من عند ايوب العلمود. هما في الحته دي يا كابتن كويسين قوي، اما يحيى جبران بيشتغل لهم اللي هو العقل المفكر، اكبرهم سنا 31 سنه، هو اللي بيشتغل لهم في نص الملعب. هم نص الملعب هيبقوا تحت الكوره مدفين الخطوط بتاعتهم وبيستعملوا الكونتر اتاك. الوقت عندهم ازاي يضيع اكبر قدر ممكن من الوقت عشان يستفاد ان هو يفقد النادي الاهلي في عدد جماهيره التركيز، عشان الوقت بيعدي. اهم حاجه الكور الثابته عندهم بالظبط ضربات جزاء، اذا كان من جهه يحيى عطيه الله او العملود بيستعمل العاب الهوا في وجود زولا في وجود امين، بيشتغلوا في الصندوق كويس قوي. هم عندهم فرق شمال افريقيا ازاي يحرك الكره كتير وسط جماهير النادي الاهلي وسط استاد القاهره، ازاي يخلي النادي الاهلي يفقد تركيزه
ويبقى في مساحات نقاط يحارب عليها او يشتغل من عليها. المدير الفني بتاعهم فان بروك بيشتغل على محاور زي كولر بالظبط، بدايه المباراه 4-3-3 ده ورق، ويقول لخط ظهره ما يستقبلش اي مرمى هدف، بيقلب موازين اللعب لو عايز يهاجم، ودي جربها في مباراه سان داونز في محمد الخامس ان هو لعب بايمن حسونه اللي هو اللي بيشتغل من تحت صامبو. كل ده شادو سترايكر تقريبا بالظبط كده، اللي هو السترايكر الخفي اللي بيجي من الخلف في الوقت ده، هو هيلعب 4-3-3، زهير المترجي ونجم وصامبو صريح، والثلاثه اللي في نص الملعب هم معروفين، الجعيدي ويحيى جبران وحمود، هم هيشتغلوا كده 4-3-3، هيستعمل ان هو ما يستقبلش اي اهداف، وفي نفس الوقت يستعمل الكونتر اتاك الايجابي على النادي الاهلي. النادي الاهلي اول 10 دقائق الضغط القوي اللي النادي الاهلي بيعمله، الشراسه الهجوميه، اول ربع ساعه الاهلي احرز اهداف، الموضوع بقى اسهل كتير قوي للنادي الاهلي ان يقدر يعزز بالتاني والتالت. هم ادائهم واسمهم واسمائهم وتكوينهم فرقه الوداد اقل بكتير من اللي كانوا موجودين في 2017. قبل ما هنكمل معاك يا كابتن اسامه، لان كمان في جزئيه مهمه جدا كمان، ان احنا النادي الاهلي مطالب انه يكسب وبنتيجه كويسه، المعادله الصعبه عند المدير الفني انك تحافظ على الشباك نظيفه، وفي نفس الوقت انت مطالب انك تحرز اكتر من الهدف، والمباراه بيخش في كذا سيناريو، نهاجم بكثافه ولا نامن ولا الجزئيه دي هتكلم فيها. لكن عندنا كمان لقاءات مع بعض اللاعبين، عندنا قفشه ومروان عطيه واحمد القندوسي، نشوفهم ونرجع مع حضراتكم. مدينا حظ ان شاء الله في النهائي ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا، عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في استاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله وربنا يكرمنا، وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي ساند لينا، هو الدعم لينا في المباراه ان شاء الله، وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس وللبلد كلها ان هم حاجه كبيره، وجماهير حاجه كويسه في الملاعب، وحاجه تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير باذن الله. نقاط القوه، لا هي نقاط القوه ان احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب ادائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي افريقيا، استمتع في الملعب، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين على كده باذن الله. بقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم باذن الله. الحمد لله، يعني مباراتنا احنا وين قدرنا يعني نحقق الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله احنا تعبنا عليها، وما يخفالكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله. اكيد يعني ما يخالفش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه سعه اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقه، وان شاء الله ما خيبوش امل ان شاء الله. لا، ما فيش ولا ايجاد، ما في ولا سبه، ما كان حتى سبه اللي تخلينا نقول ايجاد، عشان احنا محضرين في احسن ظروف، واللعيبه كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه ان شاء الله. ده كان كلام قفشة وطبعا مروان عطية وأحمد القندوسي على مباراة النهائي. كابتن، كلهم يجمعوا نمرة واحد الجماهير طبعا. يمكن مروان يتكلم فيها وقفشة وكمان أحمد حاسس أن أو هو الجماهير هي الداعم الأول، ويمكن مروان قال أن هم بيحسوا أو يكونوا 90 دقيقة ورا الفريق. أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله جماهير الأهلي هتكون السند الكبير، لكن نعلق على ده الأول، وكمان نتكلم على جزئية أن مروان قال مطلوب مننا ايه؟ المطلوب نلعب لعبنا. هل في المباريات وخاصه الفرق الكبيره عندها الشخصيه بتخش اي مباراه بتلعب لعبها، ولا بيبقى في شكل مختلف، في حاجه مختلفه لازم تكون موجوده في النهائي؟ اولا الجماهير كلنا متفقين، حتى اللعيبه اللي جم دلوقتي في تعليقهم قالوا كده، بس هي النقطه المهمه في للجماهير في التشجيع انه ما يستعجلوش اللعيب. برافو عليك. لانه في النهايه هي مباراتين مش مباراه واحده. يعني ده شوط اول هنا، صحيح، وشوط ثاني هناك. واحنا لعبنا بطولات افريقيا كتير،
وخدنا بطولات كتير خارج ملعبنا. يعني ممكن تكون النتيجه عاديه هنا وبنروح نكسب بره او 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 نحسم بره. يعني انا من حيث النتيجه طبعا لو قدرت تكسب وتكسب سكور ده حاجه طبعا تبقى جميله جدا، ولكن احنا بنتكلم في المنطق في المباريات الكبيره النتائج ممكن ما تبقاش كبيره قوي. يعني انا بالنسبه لي يكفيني جدا 1-0 او 2-0 بس ما يجيش فينا جول. عايز اسالك في السؤال ده، يعني انا عارف اجابته بس اسالك، وانت في الملعب ومطالب انك تجيب جول والجماهير بتبدا تزوم ودي بتخرجك شويه عن الاطار الفني عن الاطار التكتيكي عن ال- 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 الهدوء داخل الملعب وبتخليك متسرع في بعض الاحيان، التسرع مش مطلوب يعني انت تلعب بسرعه لكن التسرع ممكن جدا يفقدك جزء كبير جدا من تركيزك. يعني هي دي مختلفه بين لعيب ولعيب، وفي لعيبه عندها خبرات وتقدر تتحمل ضغط الجماهير او لو فتره مثلا الهدف اتاخر والجماهير مستعجله وبتضغط اللعيبه، في ناس عندها ثبات انفعالي كويس، ومفروض ان اللعيبه الكبار كمان بالذات يعني مثلا زي الشناوي زي معلول زي السوليه الناس الكبيره اللي في الملعب اللي لعبت نهائيات كتير ولعبت بطولات كتير او منتخب كتير تقدر تهدي الناس اللي ممكن تكون اول بطوله ليهم الناس الصغيره. فما فيش شك انه كل ما الجمهور بيبقى داعم ليك بيخليك بيستفزك اكتر. صحيح. لكن لو ابتدى يزوم وكده بتخرج بعض اللعيبه عن تركيزها، مش كل اللعيبه. انا في اعتقادي جماهير النادي الاهلي واعيه في الجزئيه دي طبعا. يعني هي عمري ما شفت جماهير النادي الاهلي اخر ربع ساعه تزوم، لا بالعكس لا. هي بالعكس بتدي باور وبتدي مزبوط. ثقه اكتر للعيبه مظبوط. فاللي انا اقصده انه اللعيبه حتى ما يعني مش ما يعني ما تركزش مع الجمهور قوي، تركز ال 90 دقيقه داخل المستطيل الاخضر حتى ما يتشدوش في اشياء ممكن بعض لعيبه المغرب تعملها، استفزاز معين مظبوط، كلام مع الحكم، لانه في احيانا بعض لاعبي النادي الاهلي بينفعلوا شويه بيخرجوا عن شعورهم بسهوله ياخدوا كروت من غير داعي، هو ممكن يجروك للجزئيه ديت. ايوه، لانه خاصه كمان انه في لعيبه عندها فعلا انذارين وممكن صحيح. ما تلعبش الانذار صحيح. تلعبش المباراه الثانيه، فلازم يبقى في تركيز وهدوء وكل همي المستطيل الاخضر، وبعد كده ما شيلش هم النتيجه قوي لانه لسه في مباراه في المغرب. يعني انا مش من الناس بتقول لك ايه لازم احسم هنا ولازم، ما فيش حاجه اسمها لازم احسم هنا، اصل لازم احسم هنا هاني يعني معناه نكسب 4-0، ما انت ما حتى 2-0 مظبوط. انا معاك يعني لسه هتبقى مفيش حسم في المباراه الاولى مستحيل، لو في نهائي من المباراتين انك تحسم في المباراه الاولى زي ما انت بتقول هتكسب 3-4 يعني ده اقل حاجه يعني وده مش يعني في كوره وارد النادي الاهلي قادر عليه لكن صعب قدام فريق كبير زي الوداد يعني في المنطقي صحيح، لكن حصلت وكسبت يبقى يا ريت. فانا عشان كده بقول ايه ان اللعيبه تركز انها تأدي وتكسب وفي نفس الوقت يحاولوا ما يجيش فينا هدف، دي النقطه المهمه جدا في اللقاء الاولاني يعني. طيب عمرو عايزين نتكلم بقى على اتكلمنا ازاي طبعا هم هيعتمدوا بشكل كبير على كثافه دفاعيه، يعني هيعتمدوا بشكل كبير على الكاونتر اتاك او التحول. احنا كنادي اهلي المنظومه الهجوميه ما شاء الله عندنا، وبدا الناس بتقول ان احنا بنلعب كره شكلها حلو، عندنا استحواذ كبير جدا وشفنا في الدوري عدد تمريرات بشكل جميل جدا، تمريرات واستحواذ ايجابي. ايه المطلوب من النادي الاهلي في النواحي الهجوميه في المباراه اللي جايه؟ بص يا كابتن هاني، النادي الاهلي بقاله فتره زي ما حضرتك بتقول ان احنا شفنا كره جماعيه، عشان طول عمرنا بنشوف النادي الاهلي في امور فرديه، الاهلي بقى عنده جماعيه من هاني والو ديانج وبرستاو، الحته الهجوميه اللي بيعملها برستاو بيبقى ايجابي داخل الصندوق، يبقى الفرصه اللي تجيله هدف. نفس الكلام لكهربا، نفس الكلام لحسين الشحات، دي الكثافه العدديه اللي بيعملها النادي الاهلي، ان الراجل غير طريقه اللعب اول ما بيبدا اول 10 دقائق على الورق 4-3-3، بعد بالظبط بيوصل للدقيقه 16 كولر بيقلب الموازين ل 4-1-4-1، بيدي كثافه هجوميه لتاو والو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وكهربا. الفرص اللي بتيجي في الماتشات اللي زي دي بتبقى نهائيه، فرص اللي هي انصاف الفرص، اجيب الفرصه اللي تجي لي جون، لو فرصتين اجيب ثلاثه. ازاي؟ ما اعرفش، هي فرصتين اجيبهم. بيرستاو بمهارته اللي هو ظاهر بمستوى في الاداء الفردي والجماعي اكثر من رائع،
وبقى اسيست الكهرباء وبقى اسيست لنفسه بيعرف يشتغل مع نفسه كويس قوي، يقدر يعلي الكفه دي. حسين الشحات بسم الله ما شاء الله تاتش وود بقى له فتره هو اللي شغال على الحته دي، بيديله اريحيه كولر انه يشتغل من تحت كهرباء اذا كان تاو يغير معاه او يشتغل من جنب حمدي فتحي عشان يزود الكثافه العزليه في العمق. الاهلي من على اطرافه عشان بيجي يشتغل كوات عرضيه عشان يوجد الاسترايكر الهداف في ضربات الراس زي كهرباء، لا هو بيشتغل من العمق الحاجات اللي فيها الوان تو والحاجات اللي بيبقى فيها ايه اللونج باص، الحاجات البسيطه اللي بتتعمل شورت باص تبقى جوه الصندوق اللي بيعملها تاو واللي بيعملها حسين الشحات وبيستغلها كهرباء. الفترة اللي فاتت النادي الأهلي كانت الناس بتحكم عليه في مباريات الدوري دي مباريات اسمها التتويج بس بدون إيجابية بشكل ان انا بكسب 1-2-3 ماتش الجيش ولا ماتش سيراميكا، انا بوصل على الخط ان انا متوج بثلاث نقاط مش لازم الشكل الجمالي، الشكل الجمالي بيرجع تاني. هو الناس في المباراه الاخيره قال يمكن بدا بالتشكيل تقريبا التشكيل اللي ممكن يبدا بيه مباراه الوداد، وعايز يشوف الشكل ايه، عايز يشوف برضو الشكل العام ايه، لو في بعض الديفوهات او بعض الاخطاء يبدا يشتغل عليها بشكل او باخر. هروح للكابتن اسامه بجزئيه مهمه جدا اللا مركزيه اللي كابتن عمرو اتكلم عليها، ان خلاص بتلاقي في بعض الاحيان اليو ديانج بيروح مكان بيرسيتاو بالظبط، وتلاقي بيرسيتاو داخل، واحيان كتيره زي ارنولد كده ما بيلعب في ليفربول تلاقي محمد هاني بقى داخل في نص الملعب وبيستلم في نص الملعب. اللا مركزيه ديت بتدي شكل كويس للنادي الاهلي، ولكن عندنا ممكن بعض المشاكل في اللي اتكلم عليها كولر، انك بتخلق فرص لكن نسبه الفرص الكتيره بالنسبه للاهداف لغايه دلوقتي في النادي الاهلي مش مقبوله يعني. طبعا ما فيش شك انك تحسن من استغلالك لنسبه الفرص اللي بتجيلك دي تبقى حاجه هايله. في ماتشات كنا موفقين قوي فيها، يعني ممكن تكون عملت فيها ثلاث او اربع فرص جبت منهم ثلاثة. مزبوط. في ماتشات بنخلق مثلا 10 فرص وتلاقي جايب جون. فنتمنى نكون احنا في اليوم اللي موفقين فيه ان اللعيبة تركز جدا في الفرص اللي بتجيلها. مفيش شك انه المهاجم بيبقى عنده احساس شوية، مش هقول انانية ولكن احساس بالذات طبيعي انه بيحاول يبقى يجيب، لكن لو واحد لقى فرصة صعبة وان زميله هيبقى اسهل جنبه لازم يسهل ويديها لزميله، لكن طبعا لازم هيبقى فيه حاجات فيها مجازفات كمهاجم طبعا. فنقطة استغلال الفرص دي مهمة جدا ان شاء الله. نقطة اللامركزية طبيعي انك انت كل ما بتتحرك كتير بتخلق ثغرات وخلخلة للفرق الاخرى، وبالذات ان هي بتعمل كثافه دفاعيه، واكيد الوداد المغربي كده هيعمل كثافه دفاعيه في التلت الاخير بشكل كامل. حسين الشحات وبيرسي تاو خلاص بقوا محافظين ان هم احيانا بيبقوا على الخطوط واحيانا كتيره بيخشوا لداخل الملعب للعمق قريبين من كهربا عشان يدوا مساحه لعلي معلول ومحمد هاني يستغلوا المساحات الفاضيه دي بيزودوا عشان يفتحوا الملعب اكتر، او احيانا عشان دلوقتي بيلعب 4-3-3 بيخلي جبهه فيها هاني وديانج وتاو وجبهه فيها معلول وحمدي والشحات، او لو حمدي كان مصاب او السوليه هو اللي هيلعب مثلا يبقى السوليه طيب. ومروان هو اللي امام قلبي الدفاع. فالثلاثه دولت عندهم لا مركزيه بتعمل يعني خلاص وصلنا لمرحله اليه فيها انه احيانا كتيره زي ما قلنا بس تاو بيوسع لديانج او بيوسع الفكره دي لحمدي الفكره ديت انك ما تقدرش تقول ان كولر بيلعب بشكل معين، انك تقدر تبني عليه تبني عليه خطه يقدر يعني في تنوع في الاداء بشكل كبير. اللا مركزيه دي بتخلي اي حد لو على الورق مش هيعرف يعمل حاجه، يعني لو على الورق والله لو ممكن يقول لو بيرسي تاو دخل خش معاه لان أيوة محمد هاني أيوة. يطلع، لا المجموعه دي خلاص اختلفت تماما، بيبقى في شكل لا مركزي انت مزبوط. مش متوقعه مزبوط. وبالتالي كمان تنوع الاداء في الفتره اللي فاتت بيصعب الامور على تحضير فريق الوداد للنادي الاهلي وبشكل معين او بسيستم معين. خلينا نرجع تاني لفريق الوداد. فريق الوداد كل اكيد ما يمر الوقت اكيد هو بالنسبه له بيبقى في شكل او هياخد الثقه اكتر، لكن كمان النادي الاهلي لازم كابتن عمرو زي ما كابتن اسامه قال ان شاء الله في الدقيقه 90 نجيب جول، يعني ما عندناش الجزئيه ان احنا
فجأة تغير سيستم اللعب وتخرج عن الإطار الموجود. وهاخد من كلام مروان عطية أنك بتلعب لعبك اللي بتلعبه العادي بتاعك، يعني لعب النادي الأهلي الإيجابي، اللعب اللي هو وصل بيه للنهائي، اللي ظهر في مباراة الهلال واللي ظهر في مباراة الرجاء واللي ظهر يعني ماتش الرجاء في مصر كانت الناس كلها بتقول لك اتنين في صعوبة هناك، أما رحنا هناك احنا ضيعنا فرص هناك أكتر صحيح. من اللي ضاعت في مصر صح. بكتير. الراجل اشتغل، يمكن الراجل بيقول لهم في آخر محاضرة اسمعوا اللي أنا هقوله ونفذوا 90% منه هنا وهناك أضمن لكم المكسب هنا وهناك إن شاء الله، بس في حاجات ما يبقاش فيها ريسك. يمكن اتكلم عن محمد عبد المنعم ومتولي في حاجات معينه، ممكن يكون امكانياتي وانت حضرتك كابتن هاني ليبرو مصر اقدر تقدر تعمل كل حاجه انا ما اقدرش اعملها، فانا لما اجي اعمل اعمل على قد قدراتي وامكانياتي، بلاش الريسك. الحاجات اللي يبقى فيها زي كره صلاح محسن في ماتش سيراميكا راح انفراد مره والثانيه، الحاجات اللي زي دي مش محتاجه قلق، مش محتاجه قلق جوه الصندوق. الايجابيه ان انا بشتغل من العمق وبدي ثقه طول ما انا صمام امان من ورا ومعايا الشناوي، بريح كتير قوي نفسيه الفراوده واطرافي. يمكن كولر في الوقت ده وهو بيشتغل الناس كلها عارفه ان هو هيشتغل بتاو وحسين، بعد ربع ساعه بيخلي ديانج وحمدي هم الفراوده المخفين شادو سترايكر اللي هم غير مرئيين تحت كهربا، يعني مخلي كهربا في الصندوق ياخد من كهربا اكبر قدر ممكن من المعدل البدني في اجهاد زولا او امين ابو الفتح، وبعد كده بيدي لشريف دم جديد في الاطراف. اول لما بيدخل تاو جوه عشان يشتغل تحت كهربا بيدي مهام لالو ديانج وبيقرب الخطوط منه هاني محمد هاني. نفس الكلام الجهه الثانيه لما حسين بيشتغل من العمق عشان هو بيشتغل على الاطراف بياخد الحاجات العكسيه، لو اشتغل من عمق كصانع العاب بيدي مهام لحمدي فتحي الفرود الخفي اللي بيجي من ورا كواليس كهربا ومن ورا كواليس حسين الشحات. النادي الاهلي في كور الثابته ايجابي، في الكور الثابته اللي عندنا ايجابي اللي على النادي الاهلي، الفرص اللي تيجي لو هي بنسبه 90% تركيزها لا اوصله ل 120%، واهم حاجه من البدايه روح النادي الاهلي من البدايه في وجود الجماهير دي هتعلي كفه بدري قوي ونكون نحسم المباراه ان شاء الله. انا معاك متاكد من دوت كابتن اسامه. في نقطه كمان مهمه جدا، هم بيعتمدوا بشكل كبير جدا على الكرات العرضيه، بيعتمدوا بشكل كبير جدا على سامبو وقوته البدنيه وبيلعب براسه كويس، لكن كمان هو محطه كويسه، يعني في جزئيه مهمه خاصه للاعبي وسط الملعب. احنا دايما بنتعلم ان لما في سيرد باك ماسك الراس حربه، لكن الكره الثانيه يعني كره اتلعبت لسامبو في واحد سيرد باك ماسكه بشكل كويس، لكن مهمه الكره الثانيه او وسط الملعب اللي ممكن يبقى فيه ضغط لازم يكون فيه ضغط ثنائي ما بين السيرد باك، واحد من نص الملعب يضغط على سامبو علشان يبقى فيه 2-1، او هو بيعمل كنترول الكره عدت شويه وطالت منه يبقى الكره الثانيه بتاعتنا. أهمية الكرة التانية في المباراة اللي جاية، وطبعا بلغة الكرة التانية مهمة جدا في عملية ان انت يعني بتفسد هجمة او بتبني هجمة او بشكل اخر بتفقد المهاجم سيطرته او خطورته على المرمى. مظبوط. اول حل في موضوع الكرة التانية اللي هي الخطوط تبقى قريبة لبعض جدا، يعني انتوا لما كنتوا بتتكلموا وجبتوا الصوره اللي كانت مباراه سان داونز والوداد انتوا قلتوا 30 يارده ويمكن اقل كمان، يعني في 25 يارده او من 22 ل 25 يارده، لابد انه خط الظهر يكون قريب جدا من نص الملعب، قريب جدا من المهاجمين سواء واحنا بنهاجم او سواء بندافع. فدي مهمه ليه في الكره الثانيه؟ زي ما انت قلت يا هانك، سامبو قوي جدا، قوي عنيف، يعني بيحضن راجل بيحضن كويس ويستلم وعايز ياخد فاول، يعني مظبوط هو مش مهاري قوي لكنه في الكور العاليه وفي التحضين وفي الاستلام وكده عنده قوة. قوه بدنيه عشان يطلع زهير المترجي اللي هو انا شايف انه اخطرهم اللي هو الجناح الشمال او اللي في الشمال بيطلع من ناحيه الشمال في ونجم ويحيى جبران والجعدي وحيمود من وراهم. فلو هو بيستلم والموضوع كتله واحده والناس قريبه منه ونص الملعب قريب من المدافعين هتلاقي انك تستخلص الكره الثانيه سهل. مزبوط. لكن لو المدافعين في مساحة وبعيد نص الملعب بعيد والمهاجمين بعيد المساحات هتتفتح، فهو هيستلم براحته وهم كمان الناس المسانده ليه هينزلوا ياخدوا الكره الثانيه منه بسهوله اكتر. فدي نقطه مهمه جدا في انك تقطع كرة وكمان تساعد بناء الهجمه، انك تاخد في والكتله واحده بتتحرك مع بعض في مساحه ضيقه تقدر تستخلص الكره الثانيه، وكمان لما بتستخلصها بتعرف تبني صحيح الهجوم المرتد، يعني لما تقطع الكوره. طيب في مهمه جدا عايز انقل من ديت على ان النادي الاهلي متعود على البيلدينج اب،
ان هو بيبني من تحت بشكل كويس. ايه المحظورات النادي الاهلي لازم ياخد باله كويس قوي منها كابتن عمرو وهو بيعمل البيلد اب دوت؟ لان هو في خطوط يعني خطوط قريبه جدا فريق الوداد، فايه المحظورات اللي ممكن النادي الاهلي ياخد باله، او ايه الحاجات اللي لازم يبقى النادي الاهلي وهو بيبني الهجمه واخد باله منها قوي؟ الثقه زياده عن اللزوم في التحضير. اكون هادي، مش محتاج ان انا اموه مره واثنين. الصريح افضل. بتكلم على السردباكات. انا بتكلم على السردباكات والاطراف او نص الملعب. يمكن الكابتن اسامه كان بيتكلم على الشغل اللي هيتعمل على صامبو من اوناجم وزهير المترجي. في الوقت ده لازم مروان يكون هو السرد باك اللي امام صامبو، اللي هي الساقط، عشان احضر على الاطراف اكون انا الموجود مع مراقبه ياسر ابراهيم. في الوقت انت محتاج القوه والمان، ما تسيبلوش مساحات. يمكن حضرتك انت بتشرح مع الدكتور احمد الحاجات العرضيه، سامبو فري، حتى العكسيات اللي من جهه الباك رايت ما فيش حد موجود، والجون اللي احرزه وموجود معاه ثلاثه، ولا في مراقب ولا في حد ضاغط ومدين اريحيه للتسديد. لازم في الوقت اللي انا بستلم فيه يكون عندي واحد مع المان، وجود محمد عبد المنعم فري يبقى حر عشان بسرعاته يقدر يحل لو حصل تجاوز الاثنين. في نفس الوقت وانا بنتقل، هو مش المهاري بس هو المحطة القوية، رشيد ياكيني، دانييل أوميكاشي، القوة الجسمانية، لوكاكو شوية كده بالظبط، يعني القوة الجسمانية اللي بتحضر للمترجي وأوناجم، الخطورة كلها الجعيدي وحيمود اللي هم جايين من الخلف الغير مراقبين، مروان يحلها اللي هي الحتة الطويل، وهو هيبقى محطة عشان يشتغل على الأطراف، مروان هيبقى اللي قدامه وياسر مان، وفي الحاجات العرضية المان ياسر هو في صدري اللي بيريح في الحاجات دي، الفيرو ده ما بيحس بخطورتي ونفسي معايا دقيقه بدقيقه، بتريحني انا كسرد باك ان انا بحد من خطورته على قد ما بقدر. أيوة. ما بديلوش مساحه ان هو يشتغل على الاطراف او يحضر لاي طرف، ولو اتطرف يبقى اقل من خطورته جوه الصندوق، ما عنديش مشكله لو اتطرف، ما عنديش ادنى مشكله بالنسبه لي. ده مهم جدا كابتن اسامه، يعني رساله كده صغيره للاعبين، و بالنسبه للمباراه المهمه امام الوداد، زي ما انت قلت هي مباراه اولى، لسه عندنا مباراه عوده. نجم كبير زي حضرتك ومريت بنهايات كتيرة جدا جدا، رسالة أو نصيحة للعيبة دلوقتي وبتسمعنا، استعدادهم للمباراة، كل الحاجات الفنية طبعا مدير الفن أدرى بيها، لكن كمان أنت طبعًا نجم كبير، تقول لهم إيه عن المباراة النهائية إن شاء الله يوم الأحد؟ أول حاجة أبذل كل جهدي وكأن مفيش مباراة عودة، وكأن مفيش مباراة عودة، لكن هي في مباراة عودة، فلازم اكون حاطط ان انا اطلع اقصى جهد ممكن، واكون نمره واحد كمان غير اقصى، هادي جدا وهادي جدا، دي ركز عليها كتير. خلي بالك احنا السنه اللي فاتت المباراه اللي هناك اللي كانت في المغرب احنا خسرانينها قبل ما ننزل الملعب، الاحداث الكتيره اللي حواليها والمشاكل والكلام يعني تحس كان في دوشه، يعني هدتك نفسيا. فانت مفروض تبقى هادي جدا، مركز جدا، تبذل اقصى جهد وتعمل اللي عليك، النتيجه بعد كده بتاعتك يعني، وانت في الملعب ما تفكرش كتير في النتيجه، يعني انت انت بتعمل شغلك وان شاء الله ربنا يوفقك، ما وفقك لسه في خطوه ثانيه. ايوه اللي انا اقصده انك انت بتعمل شغلك وبتبذل اقصى جهد ومركز، ولكن دي مش النهايه، لسه في 90 دقيقه اخرى. طب عشان عندنا فاصل كابتن عمرو اخد منك. اتفضل سريعا كابتن هاني. زي ما كابتن اسامه، مش هزود على الكلام، التركيز والروح واستغلال الفرص، وفي نفس الوقت الثبات الانفعالي والهدوء بالايجابيه صحيح لمرمى النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله كابتن اسامه. يعني هنطلع فاصل الاول. طيب نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن قبل الفاصل الكابتن اسامه يمكن وجه رساله كده صغيره، يعني مضمونها التركيز والهدوء، وده جزئين مهمين جدا في المباريات النهائيه، واستغلال طبعا الفرص، واتمنى التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي. كابتن عمرو كمان عايزين نعرف منك رساله يعني مختصره كده للاعيبي النادي الاهلي في المباراه النهائيه. بدون ضغط هم اللي فيهم مكفيهم، يعني نقول لهم ادائكم التتويجي اللي انتوا بتحلموا بيه ال 11 يا اهلي، انتوا متحملين المسؤوليه كويس قوي، عارفين انتوا هتعملوا ايه. يمكن كنت بتناقش انا والكابتن اسامه في فاصل، مش محتاج اضغط عليهم اكتر من اللي هم مضغوطين فيه. المباراه انتهت هنا بايجابيه، احنا مستريحين وادتنا طمانينه واحنا رايحين هناك. ما حصلش لسه في مشهد تاني، مش لازم اخد الاجواء كلها ان انا ما اديتش هنا وما حرصتش اهداف كتير، يبقى الموضوع انتهى هناك. لو رجعنا بالذاكره في مباراه صفاقس هنا 1-1 كسبنا هناك في الدقيقه 57 الهدف بتاع بوتريكا، فما يعني الاجواء وشكلنا في مباراه
97 لا 57 دقيقه 57 من الشوط الثاني الوقت اللي احنا بنتكلم فيه نفس الكلام. كنت بفكر الكابتن اسامه افريكا سبور نفس الكلام، تعادلنا هناك 1-1 هنا المباراه بهدف كابتن عادل عبد الرحمن والموضوع انتهى وتوجنا ببطوله افريقيا في 93. صحيح ده طبعا اكيد الكره فيها كل حاجه، لكن مهم جدا وعايز اخد من دوت لسؤال يمكن هساله ليه كنتوا الاثنين في فرق بين التوقع والتمني، توقعاتك وامنياتك كابتن اسامه لنتيجه مباراه يوم الاحد. امنياتي ان انا اقول كم كان 4-0، لكن يعني انا متوقع ان ممكن تخلص 2 أو 1-0 1-0 او 2-0 1-0 او 2-0 يعني في الحدود دي يعني. تمنياتك 4 تمنياتي 4-5 وخلاص. يبقى ساعتها بقى الناس اللي بتقول ايه يبقى الماتش اتحسم هنا. لكن حتى 1-0 و2-0 هي نتيجه جيده جدا، لكن ما تبقاش مش هتبقى حاسمه هنا، ولكن هتبقى خطيت خطوه كبيره مهمة قوي نحو التتويج خلاص. كابتن عمرو تمني ان النادي الاهلي يكسب ويحسم المشهد هنا في القاهره في محمد الخامس. الراجل بيعرف ياخد مباراه اللي هو عايزه، مش هنكرر او نرجع لذاكره موسيماني، لا هنبقى مفكرين كويس قوي الاهلي رايح يعمل ايه. اتمنى المكسب 2-0 والتوقع هو برده 2-0 ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا كابتن عمرو، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل يعني معانا طبعا كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيم عشان نتكلم على التحكيم في الحالات التحكيميه الحقيقه خاصه في الدوري المصري الاسبوع اللي فات كانت حاجه يعني حدث ولا حرج، ونتكلم كمان على تحليل اداء الحكام في الفتره اللي فاتت، ونتكلم كمان عن حكام المباراه النهائيه ما بين الاهلي والوداد بعد الفاصل.